السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. متابعي قناة تدبير، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. تدبيرتنا لنهار اليوم هي وصفة الخفاف. كي نقولوا خفاف تاع بصح خفاف، يجي قطني ومنبل وباللون ذهبي الرائع، يبلع غير وحده. نروح نشوفوا الوصفة. راح نعطيكم الوصفة مضبوطة، القياس بالكاس. العشر حبات خفاف راح نديرو تلكيسان سميد رطب وكاس فارينة. سميد اللي استعملتو سميد ماما، انتوما استعملوا سميد اللي عندكم، المهم يكون سميد رطب. قلنا تلت كيسان سميد وكاس فارينة، نغربلهم. من بعد راح نضيف مغرفه صغيره خميره فوريه، خميره الخبز، ونزيد مغرفه صغيره سكر. وراح نخلط السميد بالماء بارد، كما على بالكم دوك رانا مع السخانه. العجينه راح تطلع بالخف. كي نعجنهم في الشتا نديرو مغرفه كبيره خميره، والماء يكون دافي. مع الاول راح نقصح شويه العجينه، من بعد راح نضيف الماء تدريجيا. هاد العجينه راح نعجنها مليح مليح، راح نشبع لها الدبزات. من بعد راح نضيف لها مغرفه صغيره ملح، وندوبها في شويه ماء. نخليكم شويه مع العجينه. نخليها بجهه ونخليها تخمر. راح ندهن الجفنه بالماء ونقسم دي بول صغار، نخليهم يرتاحوا واحد الخمس دقائق ومن بعد نقليهم. لهنا راح نقطع خمس حبات ونخليهم يريحوا، من بعد نطيبهم ونعاود نولي العجينه، نقطع خمس حبات واحد اخرين ونخليهم تاني يريحوا ومن بعد تاني نطيبهم. شوفونا الطريقه اللي نفتحوا بها لاباط. نحطوا الزيت تسخن. شوفوا هنا كي تكون الحبه متقوبه نقدروا نسوديوها. نديروا الزيت في المقله بصح كميه قليله، نخلوها تسخن ونطيب فيها الحبات تاع الخفاف ديالنا. نخلوها حتى تطلع في المقله باش نرموا عليها الزيت. شوفوا كيفاش راح تخرج منبله. هاد لاباط جات رطبه كيما لاباط تاع البريوش. نكمل كامل الحبات اللي عندي بنفس الطريقه، نحطهم يتقطروا، نحطهم كامل يتقطروا، بعد نحطهم في طبق التقديم. من جهه كنت نطيب لاتاي، احنا نحبوا لاتاي بالخفاف. صدقوني هاد الخفاف جا بزاف بنين وقطني، واللون تاعو جا في اللون الذهبي يعجبني بزاف. نكملو نشوفوهم في طبق التقديم. كملت خفافات تاعي وحطيتهم في السنيوه، والصوره راهي امامكم.
كما قلت لكم لاباط جاتني كيما لاباط تاع البريوت، جات بزاف بزاف رطبه والداخل تقولي قطن. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو لينا ها اليوم، ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك في القناه، كتبونا رايكم في التعليقات. ملاقاة الخير في فيديو حد اخرين. تهلاو في روحتكم، سلام.